بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. إلى هذه الفقرة مع كتاب بيالي كومبخوندر كالعادة. طبعا كنا قد وصلنا إلى لا كويت دي شامبينيون، إذا نتكلم عن جني الفطريات. طبعا رأينا الفقرة الأولى دي دي إيفوني باسي لو سامدي إلى ديمونش à la campagne chez son cousin Robert. Le samedi et la pluie, ce matin le soleil brille de nouveau dans le ciel bleu. Robert s'est réveillé de bonne heure. Il appelle Didier. Debout Didier, réveille-toi, je t'emmène dans les bois pour chercher des champignons. Je t'emmène dans les bois pour chercher des champignons. Mets tes grosses chaussures et un tricot de laine, je vais chercher des paniers. Tmaraïna, et voilà nos amis dans les bois. Comme c'est agréable, l'air est frais, on dirait qu'on marche sur un tapis multicolore. Rouge, jaune, gris, marron, ça sent bon la terre et les feux mouillés. Tmaraïna, Robert coupe des branches pour en faire des bâtons. Tiens, prends un bâton, Didier. C'est très commode pour écarter les feuilles qui cachent les champignons. Et si tu vois un serpent, tape dessus, n'aie pas peur. Robert coupe des branches pour en faire des bâtons. Dans le verre coupé, il y a un cateau chez un. Robert coupe. Je veux dire que maintenant, c'est le verre coupé, conjugué au présent, coupe des branches. Il y a Robert un cateau. دي برونش يقطع أغصانا، إذا هو يأخذ أغصان من أشجار معينة ثم يقطع هاد الأغصان pour en faire des bâtons pour en faire ليفعل منها، منها هي د أون pour en faire ليفعل منها des bâtons. إذا هو يقطع أغصان الأشجار، نتكلم هنا عن أغصان صغيرة، يقطعها حتى يعمل منها عصي. إذا في ماذا سيستعمل هاد العصي؟ يقول لرفيقي تيان خد اقبض. طبعا هنا عندنا لوغ تونيغ بصرف لامبيغاتيف، طبعا في الامر. تيان يقول له خد، نقولوا حنا شد شد يعني خد. بخون باطون خد عصية. تيان بخون باطون ديديي، اقبض خد عصية يا ديديي. سي تخي كوموند بوغ ايكارتي لي في كي كاش لي شامبينيون، بوغ ايكارتي من اجل ابعاد لي في كي كاش لي شامبينيون، من اجل ابعاد الاوراق التي تخفي كي كاش، التي تخفي. هنا عندنا لو فيرب كاشي، هذا فعل اخفى، كي كاش دي شامبينيون، التي تخفي فطريات. اذا حتى لا يبسط ايديهم في هذه الاماكن التي لا يعرفون ما وراءها، حيث لا يعرفون مدى هناك تحت هاد الاوراق، اذا حتى يتجنبوا هذه المخاطر، اذا هم صنعوا عصيات هي التي يستعملونها طبعا في إبعاد الأوراق، أوراق النباتات، حتى تظهر لهم بشكل واضح الفطريات. هذا الذي فعله روبير. روبير كوب دي برونش بور أن فار دي باطون. إذا روبير أنه قطع أغصانا بور أن فار دي باطون ليفعل منها عصيات. ثم يقول لديدي تي أبخون باطون ديدي، إذا اقبض خد عصية يا ديدي. سي تري كوموند، سي تري كوموند، سي تري كوموند، كما نقول انها جد مناسبة، انها جد مناسبة، كما نقول بانها جد عملية. بوغ ايكارتي لي فوي كي كاش دي شامبينيون، بوغ ايكارتي لي فوي كي كاش لي شامبينيون، من اجل ابعاد الاوراق كي كاش التي تخفي لي شامبينيون، التي تخفي فطريات. روبير يعطي لديدي، يعطي عصية حتى يبعد بها اوراق النباتات التي تخفي طبعا فطريات. اي سي تي فوا ان سيربون، ثم يقول له واذا رايت حية، اذا رايت افعى، طاب دوسي، طاب دوسي، اضرب فوق، اضرب فوق، المقصود اضرب عليها. ني با بور، لا يكون عندك خوف. ني با بور، لا يكون عندك خوف. واذا راى حية يوصيه بان يضرب فوقه ولا يكون عنده خوف. ني با بور، لا يكون عندك خوف. طبعا هنا كما ذكرنا فيما سبق، هذا سي لو فيرب افواغ، هذا لو فيرب افواغ، كما نقول فعل الملكيه، نتكلم هنا عن فعل الملكيه. هنا ني با بور، فلا يكون عندك خوف، كما نقول فلا تمتلك خوفا، فلا يكون عندك خوف. اذا فيها واحد الريحه ديال الملكيه ان صح التعبير. اذا كما قلنا روبير كوب دي برونش بور اون فير دي باطون، تي ابخون باطون ديدي. C'est très commode pour écarter les feuilles qui cachent les champignons. Et si tu vois un serpent, tape dessus. N'aie pas peur. Thomas,
Didier espère bien qu'il ne verra pas de serpent. Didier espère bien qu'il ne verra pas de serpent. إذن Didier يتمنى أو يأمل كما عندنا هنا. عندنا الverb espérer. ومنها مثلا كلمة l'espoir. كلمة الأمل l'espoir. ومنها مثلا l'espoir الأمل. أحيانا نتكلم عن l'espérance. l'espérance de vie. إذا نتكلم عن أمل الحياة، نتكلم هنا عن معدل الحياة السكان. ديدي اسبير بيان كيل نو فيغا با دو سيربون. إذا هنا ديدي اسبير بيان أنه يتمنى أو يأمل جيدا بشكل كبير كيل نو فيغا با دو سيربون بألا يرى ثعبانا، بألا يرى حية. إذا طبعا ديدي تقول يا ريت أنني ما نشوفش هاد الحية، أنا لا أريد أن أضرب فوقها ولا أريد أن أكون شجاعا. فليكفينا الله شرها. إذن كأنه يقول هكذا ديدي اسبير بيان كي نو فيغا با دو سيربون. إذن ديدي أنه يأمل بشكل جيد كي نو فيغا با دو سيربون. طبعا عندنا هنا فيغا، هذا طبعا لو فافواغ. فلو فيتور سامبل نقول جو فيغي تو فيغا إل فيغا إل فيغا نو فيغون فو فيغي إل فيغون إل فيغون هم سيرون. هذا صرف لو فافواغ فعل رأى. لا نتكلم هنا عن لو فيرب افواغ، هذا فعل رأى. إذن أنا أتمنى بشكل كبير بألا أرى في المستقبل دو سيربون. إل ني با تخي كوراجو، إذن هو ليس بشجاع جيد، ليست له شجاعة كبيرة. إذن إل ني با تخي كوراجو، هو ليس بشجاع جيد إن صح التعبير. توتو مارشون، توتو مارشون، إذن متمشيا. طبعا حسب تتمة الجملة غادي نحدو المعنى الدقيق لهاد العبارة. توتو مارشون كما نقول متمشيا، ملي تنقولو متمشيا المقصود بها وأنا أمشي، ربما وأنت تمشي، ربما ونحن نمشي، ربما وأنتم تمشون. تتبقى فيها كل هاد المعاني. شكون اللي غيحدد لنا شكون في هاد المعاني هي اللي موجودة؟ طبعا هي تتمة الجملة. Il tape devant lui. هو يضرب أمامه. هو يضرب أمامه. هو يضرب أمامه. إذا طبعا أنت نعرفه بأنه هو يضرب أمامه. إذا هنا توتو مارشون مقصود به هو هو يمشي أو متمشيا. إذا بغينا نخليه كما هي. إذا توتو مارشون وهو يمشي. Il tape devant lui. هو يضرب أمامه. طبعا هو يسير ويضرب أمامه. بهذه العصية التي أعطاه إياها روبير. سور لي فوي، إذن إل طاب دوفون لوي سور لي فوي، إذن هو يضرب أمامه فوق الأوراق. نتكلم هنا عن أوراق الأعشاب التي تخفي الأرض طبعا، التي تخفي الأرض. إذن هو يسير وسط الأعشاب ولا يعرف ماذا هناك تحتها، ولا يعرف ماذا يوجد تحتها. طبعا ديدي هنا منذ اللحظة التي قال له روبير إذا وجدت ثعبانا أو حية فاضرب فوقها ولا يكون عندك خوف. من هنا بدأ عنده الخوف، بدأ يخاف كثيرا، فأصبح يضرب في كل الأوراق حتى إذا كان هناك ثعبان، حتى إذا كانت هناك حية ربما تهرب عندما تسمع الأصوات. هذا الذي سيحصل هنا طبعا. ديدي اسبير بيان كي نو فيغا با دو سيربون. إذن هو كان يتمنى بأن لا يرى ثعبانا أو حية. Il n'est pas très courageux. هو ليس شجاعا جدا. Tout en marchant, وهو متمشيا وهو يسير. Il tape devant lui. كان يضرب أمامه. Sur les feuilles. على الأوراق. Et fait beaucoup de bruit. ثم يفعل الكثير من الضجيج. لماذا يفعل الكثير من الضجيج؟ حتى إذا سمعته الزواحف تهرب. Et fait beaucoup de bruit. ثم يفعل الكثير من الضجيج. Ainsi pense-t-il. هكذا يعتقد هو. طبعا هنا عندنا ريبونسي فعل فكر، وممكن انه يعني اعتقد كما عندنا هنا. انسي بونستيل هكذا يعتقد هو. يعتقد ماذا؟ لي سيربون اوغون بوغ اوغون بوغ اي سو سوفون. الحيات اوغون بوغ سيكون عندهم خوف. اذا هكذا يعتقد. انسي بونستيل لي سيربون اوغون بوغ اي سو سوفون. ثم انهم يهربون. طبعا هنا عندنا لوغان سو سوفي. إذا في هذه اللحظة اللي كان فيها ديدي
أنه يسير ويضرب أمامه، ثم أنه أصبح يخاف كثيرا ربما يلتقي بعض الثعابين. في هذه اللحظة قال له غوبير: جون اي ان كخي غوبير، أنا عندي واحد. يسر غوبير: جون اي ان، أنا عندي من واحد كخي غوبير. ماذا قال هنا ديدي؟ كوا ان سيربون؟ ماذا؟ هل هناك حية؟ انت تقول انا عندي منا واحد، واش انت لقيتي حنش؟ مين نو، واش حنا تنقلوا على الحنوشه؟ مين نو، ولكن لا، با ان سيربون، ليس تعبانا. ان شامبينيون، ان شامبينيون، حنا تنقلوا على الفطريات. هذا هو الاصل عندنا. انت عقلك كله بقى مع الافاعي. مين نو، با ان سيربون، ان شامبينيون. روغارد كومي لي غو، روغارد كومي لي غو. انظر كم هو ضخم. روغارد كومي لي غو، انظر كم هو ضخم. اذا طبعا غوبير يصرخ يقول له: جون اي ان، انا عندي منها واحد. عندي جي، جي ان، نقصد هنا جي ان شامبينيون، انا عندي شامبينيون، عندي فطري، عندي نبات فطري. ثم عندنا هاد اون، هاد اون مقصود منها. جون اي ان، نقصد هنا جي ان شامبينيون، جي ان شامبينيون. كلمة شامبينيون طبعا عوضنا بهاد اون. جون اي ان، انا عندي منها واحد كخي غوبير. اذا هنا ديدي يقول: كوا ان سيربون، ماذا، ماذا هناك؟ هل تتكلم عن ثعبان؟ تقول عندي واحد منها؟ مين نو، ولكن لا، ولكن لا، با ان سيربون، لا اتحدث لك عن الثعابين، ليس ثعبانا. ان شامبينيون، انا وجدت فطرا. غوغارد كومي لي غو، انظر كم هو ضخم. اذا كما نلاحظون روبير كوب دي برونش. ثم عندنا بعدها ديدي روبير كي ان شامبينيون. ديدي روبير انهم يقتطفون ان شامبينيون، يقتطفون فطرا. ثم عندنا كالعاده لو فوكابيلير. اذا عندنا ملتي كولور، كي بوكو دو كولور. راينا فيما سبق كلمه ملتي كولور، كما نقول متعدد الالوان، كي بوكو دو كولور، الذي عنده الكثير من الالوان. ثم عندنا كومود، كومود كما نقول ملائم او مناسب الى غير ذلك. بو مارشي دون لو، للمشي في الماء. بو مارشي دون لو، للمشي في الماء. لي بوت سون كومود، لي بوت، نتكلم عن نوع من الاحذيه. هاد النوعيه من الاحذيه سون كومود، انها ملائمه، ملائمه للمشي في الماء. ثم عندنا pour monter dans un arbre، اذا للصعود الى شجره. l'échelle est commode، السلم ملائم، ملائم للصعود الى الشجره. pour monter dans un arbre، اذا للصعود في شجره. l'échelle est commode، l'échelle مقصود بالسلم. l'échelle est commode، السلم هو ملائم. pour emporter un mouchoir، اذا لحمل منديل. لي بوش سون تري كومود، الجيوب، نتكلم عن جيوب السروال او جيوب المعطف. سون تري كومود، انها جد ملائمه. لكي تحمل معك منديلا فانت ضعه في جيوبك، هذا امر ملائم جدا، بدل ان تحمله مثلا في يديك او تضعه في مكان اخر. ثم عندنا اسبيري، لو فيرب اسبيري كما ذكرنا، فعل امل. جيري على مير دو مان، جيغي على مير دو مان، أنا سأذهب. هذا راه لو فيرب ألي، تصرف لو فيتيغ سامبل، كما تنعرفو بأن لو فيرب ألي تنتهي بأو إيغ، هو الوحيد من الأفعال اللي عندها أو إيغ وما تنتميش للمجموعة الأولى. لماذا؟ على هاد الشكل اللي عندنا هنا، على هاد الحالة اللي عندو هنا. كما تنشوف بأن لو فيرب ألي عندو في البداية ديالو أدوزال، ثم عندو أو إيغ. المفروض إلا بغينا نصرفوه في لو فيتيغ سامبل، كما هو حال كل أفعال اللي عندها أو إيغ، المفروض أننا نتركو أو إيغ التي عنده، ثم نضيف لتيرمينيزون الخاصة بلو فيتيغ سامبل، ثم نضيف لتيرمينيزون الخاصة بلو فيتيغ سامبل. إذا أخذنا مثلا لو فيغ مونجي، أقول جو مونجغي، جو مونجغي، تي مونجغا، إل مونجغا، نو مونجغون، نو مونجغي، إل مونجغون. كما تلاحظوا بأن لو فيغ مونجي تيبقى كامل
وتنزيدو على لي تيرمينيزون خاصة بالفوتور سامبل إلا هاد الفعل اللي هو الفيرب ألي في الفوتور سامبل نقول جيغي تو إيغا إل إيغا ثم نوزيغون فوزيغي إل إيغون إذن هم سيذهبون هنا جيغي أنا سأذهب ألا مير دوما أنا سأذهب إلى البحر في الغد جيسبيغ كيل فورا بو جيسبيغ كيل فورا بو أنا آمل أنا أتمنى كيل فورا بو بأن يكون الجو جميلا طبعا ذكرنا فيما سبق عندما نقول il fait beau المقصود بأن الجو جميل هنا عندنا le verbe faire مصرف le futur simple إذن j'espère qu'il fera beau أنا آمل بأن يفعل جميلا المقصود بأن يكون الجو جميلا ثم عندنا ma tante va venir ma tante va venir va venir كما نقول بأن خالتي أو عمتي أو زوجة عمي أو زوجة خالي إلى غير ذلك كنا تنقول لا طونت كما نقول الخالة ما طونت ذا ذنير خالتي ستأتي كما تلاحظوا هنا راه عندنا لو فيرب الي هو هذا الفعل اللي عندنا هنا ولكن هنا راه جا كمساعد أو كما نسميه في اللغة الفرنسية نسميه سومي أوكسيليير كما نقول بأنه فعل ناس مساعد ماشي بحال أفواغ وبحال إتر نتكلم عن مجموعة من الأفعال منا مثلا لو فيرب ذنير منا لو فيرب الي إلى غير ذلك إذا تيجيو كمساعدين باش نصرفوا معاهم أفعال أخرى مثلا هنا عندنا لو فيرب ألي غنصرفوا معاه لو فيرب فينيغ فعل أتى هاد الصيغة تتسمى لو فيتيغ بروش كما ذكرنا فيما سبق المستقبل القريب عندما نقول مثلا ما طونت فينيغ كما نقول بأن خالتي ستأتي ستأتي قريبا ستأتي ستأتي ما طونت فينيغ إذن خالتي غادا تجي خالتي غادا تجي هذيك غادا هي هذي جاسبيغ كيل مابورتخا أن بالون جاسبيغ كيل مابورتخا أن بالون أنا آمل بأن تجلب لي طبعا هنا عندنا لو فيرب أبورتي ولكن حتى هو مصرف في لو فيتيغ سامبل كيما تنشوفو لو فيرب أبورتي ها هو بقى كما هو بقى بأو إر ديالو وزدنا له هاد أ خاصة بلا تيرمينيزون دو فيتيغ سامبل جيسبيغ أنا آمل كيل مابورتخا أن بالون أنا آمل بأن تجلب لي مابورتخا تجلب لي هاد أم مابورتخا أن بالون بأن تجلب لي بالونا بعد هذا عندنا لي فخاز لي فخاز عندنا الجمل إذا عندنا كلمة دو نوفو المقصود بها من جديد كما رأينا فيما سبق نقول مثلا إلي دو نوفو مالاد إلي دو نوفو مالاد هو من جديد مريض المقصود بأنه سقط مريضا من جديد إلي دو نوفو مالاد هو من جديد مريض جان إي دو نوفو لو بخومي دو لا كلاس إذن جان إي دو نوفو هو من جديد هو من جديد لو بخومي دو لا كلاس الأول في القسم إذن هاد جان أنه جا الأول مرة أخرى في القسم جان إي دو نوفو لو بخومي دو لا كلاس ثم عندنا أون ديغي كو طبعا رأينا هاد الصيغة فيما سبق أون ديغي كما لو نقول كما لو نقول حتى بالدرجة تنقولوها تنقولو مثلا الشمس حارة بحال تقول العافية شاعلة هذيك بحال تقول هي اللي عندنا هنا اون ديغي كو عندنا لو فيرب دير عندنا فعل قال اون ديغي كو يعني اننا نقول اذا اننا نقول ثم نكمل الجملة لو صاب الايشو الرمال ساخنة او حارة اون ديغي كون مارش سور دي فو اون ديغي يعني اننا نقول كون مارش سور دي فو كأننا نسير فوق النار إذن الرمال ساخنة اون ديغي كون مار سور دي فو كما أننا نقول بأننا نسير على النار إذن المقصود هنا كأننا نسير على النار إذن الرمال حارة الرمال ساخنة وكأننا نسير على النار لو سيال إيغري إذن السماء رمادية لو سيال إيغري السماء رمادية طبعا هنا عندنا السماء رمادي كلمة مذكرة غري لا نقول غريز غريز في المؤنث إذن لو سيال إي غري أون ديغي كيل فا بلوفواغ أون ديغي كيل فا بلوفواغ السماء رمادية كما لو أنها ستمطر كما لو أن الجو سيمطر هنا عندنا أون ديغي كما لو نقول كيل فا بلوفواغ ب
بأنها ستمطر. ثم عندنا il coupe des branches pour en faire des bâtons. Il coupe des branches pour en faire des bâtons. إذن هو يقطع دي برونش أغصانا pour en faire ليفعل منا ليجعل منا دي باطون غصيات. غني كوب دي بلونش pour en faire un bâton. إذن غني أنا يقطع أخشابا pour en faire un bâton ليفعل منا كما نقول سفينة ليفعل منا سفينة ليفعل منا قاربا. كاترين كي دي فلور pour en faire un bouquet. إذن كاترين أنها تقطف دي فلور تقطف أزهارا pour en faire un bouquet لتفعل منا بنفس الطريقة كما ذكرنا قبل قليل pour en faire un bouquet لتفعل منا أو لتجعل منا باقة لتجعل منا باقة. tout en marchant il tape sur les feuilles. tout en marchant il tape sur les feuilles. tout en marchant il tape sur les feuilles. tout en marchant كما نقول متمشيا عندنا تو كان ممكن نقول en marchant ماشيا. الصيغة الأولى وكأنها لا تنسب لأحد tout en marchant متمشيا ولكن عندنا هنا هاد تو كأن تأكيدنا كما نقول بأن الشخص وهو في مشيه. ما عرفناش لمن غنسبوها إمتى غنعرفو ملي غنكملو الجملة. il tape il tape هو يضرب هو يضرب أو هو ينقر إلى غير ذلك sur les feuilles على الأوراق. إذن وهو يمشي معناها تنعرفو بأن الكلام حوله هو من هاد إيل. نعيد القراءة فنقول وهو يمشي كما نقول كليا أو وهو كل يمشي إن صح التعبير. عندنا واحد التأكيد هنا ديال التو. إيل طاب سور لي في هو يضرب على الأوراق. إذن وهو في مشيه وهو في كل مشي إن صح التعبير متمشيا. إيل طاب سور لي في هو يضرب على الأوراق. ممكن نقول بنفس الطريقة توتوني كوتون لا غاديو. إذا كنا نقول وهو منصت للراديو وهو منصت كليا للراديو. il fait ses devoirs il fait ses devoirs هو يقوم بواجباته هو يفعل واجباته. ممكن أيضا نقول بنفس الطريقة توتون سو برومانو il apprend ses leçons. توتون سو برومانو il apprend ses leçons. إذا وهو يتنزه كليا ماذا يفعل؟ il apprend ses leçons. إذا هو يأخذ دروسه هو يتعلم دروسه. il apprend ses leçons هو يأخذ أو يتعلم دروسه. ثم عندنا l'orthographe دوبو يعني واقف. ثم عندنا pour chercher من أجل البحث أو للبحث pour chercher للبحث أو من أجل البحث. un tapis rouge un tapis rouge إذا نتكلم عن زربية حمراء أو نتكلم عن سجاد أحمر. il a oublié son porte-plume il a oublié son porte-plume إذا هو ناسي حامل ريشته. il a oublié طبعا هنا عندنا لو فيرب oublié كما تلاحظوا بالأحرى عندنا هنا لو participe الخاص بفعل oublié مسبوق بأفواغ مسبوق بلوكسيليار أفواغ أو بريزون. وبالتالي عندنا هنا لو passé composé du verbe oublié فعل ناسي. il a oublié هو ناسي son porte-plume حامل ريشته. ثم عندنا كلمة toujours toujours يعني كما نقول دائما toujours دائما toujours دائما. ثم عندنا la cour la cour كما نقول الساحة طبعا لها معاني أخرى. ثم عندنا coupé coupé يعني قطعة كما رأينا قبل قليل. ثم عندنا dicté dicté كما نقول إملاء. je joue dans la cour avec Rémi أنا ألعب في الساحة avec Rémi مع Rémi. tu chantes toujours tu chantes toujours أنت تغني دائما أو أنت تغنين دائما. tu chantes toujours أنت تغني طبعا هنا عندنا لو غير شونتي أو أنت تغنين toujours دائما. ثم عندنا les enfants marchent sur un tapis rouge les enfants marchent sur un tapis rouge الأطفال يتمشون أو يمشون marche les enfants marchent. إذا عندنا هنا لو فيرب marcher conjugué au présent مصرف في البريزون. les enfants marchent الأطفال يمشون sur un tapis rouge فوق سجاد أحمر. ثم عندنا vous marchez trop vite pour moi
ومارشيت هوفيت، أنتم تسيرون بسرعة كبيرة. بوغما بالنسبة لي، بالنسبة لي أنا أراكم تسيرون بسرعة كبيرة. ومارشيت هوفيت، بوغما أنتم تتمشون بشكل سريع جدا. بالنسبة لي، ثم عندنا هنا نوشيرشون دي شامبينيون، نحن نبحث فطريات، المقصود نحن نبحث عن فطريات. نوشيرشون دي شامبينيون. ثم عندنا روبير كوب اون برونش، روبير يقطع اون برونش، يقطع غصنا. روبير كوب اون برونش، اذا روبير يقطع غصنا. نوتيرمينو انفا افيك لا كونجيليزون. Ici on a le verbe s'arrêter au présent. Et donc on a travaillé avec le fi'l tawqafa. Mais on a hna le verbe arrêter. Fi'l awqafa, arrêter quelqu'un, انك توقف شخصا. On a عندنا le verbe s'arrêter. C'est un verbe pronominal. هذا فعل ضمير ان صح التبع. عنده سو طبعا. غير هي هذا السو طبعا اللي تتنتهي ب ا مع le verbe arrêter مبدوء ب ا تتنتهي من الليفويال طبعا. إذا طبعا سنحذف أ ونضع هاد أبوستخوف حتى لا يلتقي حرفين متحركين، حتى لا نقول سو أغيطي، ستأتي ثقيلة في الكلام، لذلك نقول هنا ساغيطي، بدل سو أغيطي. إذا عندنا لو فيرب ساغيطي أو بخيزون أو سينغولي، في المفرد نقول جو ماغيط، تو تاغيط، إل ساغيط هو يتوقف، إل ساغيط هي تتوقف. ثم عندنا نونو زاغيطون، نحن نتوقف، طبعا هاديك سو مع نو تعطينا نو، فو زاغيطي، هاديك سو مع فو تعطينا فو، إيل ساغيط مع إيل أفاك إس، إل أفاك إس، سو تعود إلى أصلها، إيل ساغيط، إل ساغيط، إذا هم يتوقفون، هن يتوقفن، إذا هذا لو فيرب ساغيطي طبعا، أو بخيزون كما تلاحظوا الصرف ديالو. إذا هذا فيما يخص هذه الفقرة، نلتقي في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.